عام 2017 تمكن عناصر من تنظيم داعش من الوصول إلى هذا الفندق وسط مدينة كركوك. دارت بينه وبين قوات البشمركة الكردية معارك طاحنة أدت إلى إخراجه من المدينة. دخول داعش إلى العراق سهلت للقيادات الكردية بتطبيق المادة 140. هي شعلة النار الملتهبة كما يعني اسم كركوك باللغة السومرية القديمة. تمر المدينة اليوم بمرحلة انتقالية حرجة. السيناريوهات مفتوحة في ظل المشاريع المتباينة وغياب قوانين واضحة يحتكم إليها الأطراف. على مدخل كركوك من جهة أربيل يستقبلك هذا التمثال الضخم لأحد مقاتلي البشمركة الكردية في محاولة واضحة لإطفاء الهوية الكردستانية على المدينة. المناطق اللي تحررت على أيد البشمركة هي مناطق كردستانية، ونحن لم نخطو خطوة مليم واحد نحو خارج المناطق اللي هي بقناعتنا وكل المواثيق وكل الأدلة الجغرافية والتاريخية والقومية، وكل هي مناطق كردستانية. ذلك نحن سوف ننسحب من هذه المناطق. طبعا أستاذ جلال طالباني سكرتير حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مؤسس الاتحاد الوطني الكردستاني عند مقولة يقول كركوك قدس كردستان. للصراع أوجه متعددة في كركوك، وفي مقدمها الصراع التاريخي على هوية المدينة ببعدها القومي والعرقي، وصراع دولي وإقليمي وداخلي حول ثروة النفط المكتنزة في باطن المدينة. يا شاسان تركمان، يا شاسان تركمان. سكانها يعني حسب التاريخ كانوا أغلبهم من التركمان، لكن بعد 1927 مع ظهور النفط وتوفر فرص العمل والشركات أدت إلى كركوك لاستخراج النفط، صار توجه من المدن القريبة على كركوك أنه الأقوام الأخرى مثل العرب وكذلك مثل الأكراد. هي مدينة تتكون من ثلاث قوميات رئيسية اللي هي العرب والكرد والتركمان. الكلدان كاثوليك شرقيين، احنا في هذه المدينة في كركوك من القرن الثاني الميلادي، يعني هون في قائمة للمطارين اللي سبقوني، أول مطران في كركوك من القرن الثاني الميلادي. يعني بالنسبة للمكون العربي هو وجد في كركوك منذ آلاف السنين، بدليل أنا بصفتي رئيس عام قبيلة البوحمدان في العراق، نحن كقبيلة البوحمدان تواجدنا في كركوك منذ أكثر من 1500 سنة. كل يعلم من الأخوة العرب والأكراد والمسيحيين والتركمان أيضا طبعا بأن مدينة كركوك نعم هي محافظة عراقية تابعة لبغداد، لكن ذات خصوصية تركمانية. الله أكبر الله أكبر. إذا رجعنا إلى التاريخ الماضي، اليوم لو نلاحظ المسيحيين المتواجدين في قلعة كركوك في ثمانينيات القرن الماضي قبل أن يخرجهم صدام حسين التركمان والمسيحيين بالقوة من قلعة كركوك وإخلاء قلعة كركوك، كان كل المسيحيين المتواجدين في القلعة التاريخية التي بنيت في عهد الآشوريين يتحدثون اللغة التركمانية بطلاقة، التي هي لهجة من اللغة التركية. فالكلدان هم على اسم الشعوب الكلدانية اللي سكنت في بابل، والآشوريين الشعوب الآشورية، والسريان هم أيضا اللي سكنوا هذه المنطقة. فأكو كثير تنوع ثقافي
ولغوي أيضا، لازلنا في أكثر من نص المسيحيين في العراق يتكلمون اللغة الآرامية أو السريانية. من لا يتقن اللغات الثلاث العربية والكردية والتركمانية فهو ليس بكركوكي أصيل، ميزة اختص بها سكان هذه المدينة عن المدن العراقية الأخرى. عبثت المشاريع السياسية خلال العقود الماضية بديموغرافية المدينة وتركيبتها القومية المتنوعة، ارتكبت مجازر وزرعت أحقاد وهجرت أقوام وجماعات. حينما خرج التركمان للذكرى الأولى لتأسيس الجمهورية العراقية وإسقاط النظام الملكي في 14 تموز 59، تعرضوا إلى الذبح والقتل اللي قام به الأكراد الشعوبيين الشيوعيين الذين جاءوا بالسكاكين والمسدسات وقاموا باستهداف الرموز الشعب التركماني أنذاك، وتعرض الزعيم عطا خير الله بالإعدام في منطقة رأس الجسر في مدينة كركوك وسط كركوك، وصلاح أوتشي ومحمد أوتشي والكثير من القادة العسكريين والتجار والأغنياء والمعروفين عشارين في مدينة كركوك. هذه الحقد بنيت أنذاك بين الأكراد والتركمان، وبدأ الصراع الكردي التركماني بشكل فعلي في 59. مع حدوث الثورة في العراق ومجيء الأحزاب لنقل العربية القومية، صار هناك تغيير ديموغرافي نحو تعريب هذه المدينة ومنح امتيازات لعرب من خارج المحافظة للسكن في كركوك، منها قطعة أرض، قرض عقاري لبناء الدور، وظيفة. فهذا زيد من نسبة العرب المقيمين في كركوك الذين هم بالأصل ليسوا من أهالي كركوك. مئة واثنين وثمانين ألف كردي راحوا في عمليات سيئة تصيد أنفال فقط في 14/4/1988 في حدود محافظة كركوك. في يوم واحد 32 ألف طفل ومرأة ورجل كردي في عمليات الأنفال فقط في هذا ضمن المحافظة. البعث بنى 23 مستوطنة عربية فقط في محافظة كركوك. في يوم 10/4 تم سقوط النظام. يوم 9 صدروا كتاب لترحيل عوائل من كركوك. خلال نهاية الإمبراطورية العثمانية المسيحيين ما كانوا مرتاحين، ولهذا إذا أصبحنا أقلية فالسبب هو أنه الغالبيات كانت غير مرتاحة وكانت يمكن غير محبة للسلام. إحنا والأقليات الأخرى عانينا كثير من هذا الاضطراب الكبير، وللأسف يعني لا زال الدرس غير متعلم. مقابل عمليات التعريب هذه اتهم الكرد أيضاً بتكريد كركوك، فالإحصاء السكاني له دور كبير سيلعبه لاحقاً في تحديد مصير المدينة. اليوم بعد 2003 تعرض كركوك إلى تغيير ديموغرافي ثاني بعد أن تعرض إلى التغيير الديموغرافي الأول من قبل نظام صدام بجلب العرب. بدأوا بجلب عشرات الآلاف من الأكراد وسكنوهم بكركوك. حتى لنكون واقعين هناك 600 ألف كردي جاء بحجة أنهم كانوا مهجرين. المهجرين الحقيقيين كانوا أكثر لا يزيدون عن 11 ألف عائلة، وموجودين وثائقهم وأسماءهم وأوراقهم الرسمية في بغداد. عندما تم ترحيل أهلي، عندي أخ موجود بأوروبا بعد 75 التجأ إلى أنا، كنت ضمن الحركة التحررية الكردية، بس صارت انتفاضة 91 رجعنا عائلة واحدة، صارت أربع عائل لأن الزوجة البنات الزوجة والأولاد أيضا زوجة حتى بنوا عائلة زين، يعني عائلة واحدة يمكن صارت 8 عوائل 6 عوائل 4 عوائل 3 عوائل. فلذلك هذه العوائل رجعت إلى كركوك.
لا نريد أن ندخل في مجال نسب هذه المكونات، ولكن الواضح لعدم وجود إحصائيات دقيقة وموثقة لهذه المكونات، لكن الرقم الأقرب إلى الصحة هو أنها متساوية، قرابة الثلث في ثلث في ثلث، ونسبة قليلة من الأخوة المسيحيين الكلد آشوريين والأرمن وباقي المسميات الأخرى. إحنا كل التعدادات والإحصاءات اللي حصلت في كركوك بالأخص آخر إحصاء إحنا نريد نعتمد عليه هي إحصاء 1957 تمثل كرد مهنها أكثرية في كركوك، وهذا الإحصاء أجرته الحكومة العراقية وليس الحكومة الكردية. إحصاء 57 إحنا يعتبر في عندنا في العراق هو المعول عليه، لأنه حقيقة كان إحصاء حيادي قامت به جهات لنقل عملية فنية لم تبتغي من وراء الإحصاء إلا النتائج المرجوة من أي عملية إحصاء سكاني. نحن نعتقد أنه ممارسة عملية يعني عملية التكريد والتعريب لا تخدم أبناء كركوك، بل أنها مفتاح للأزمات بالمستقبل. الكل يعترف بأن المسيحيين كانوا مسالمين وكانوا خدام لهالثقافات العديدة اللي هي غنى، يعني هناك شعوب مثلنا، يعني سويسرا عندها 4 لغات و4 شعوب وتعتبر من أغنى دول العالم رغم عدم وجود أي طاقات كثيرة عندهم. عام 2005 كتب الدستور العراقي، شرعت المادة 140 والتي عدت خارطة طريق لحل أزمة كركوك بشكل نهائي خلال عامين. تتعلق المادة 140 بالمناطق المتنازع عليها، وهي مجموعة من الأقضية والنواحي المحددة التي تقع بمحاذاة إقليم كردستان العراق. ونصت المادة على أن الحل يمر عبر 3 مراحل. الأولى هي التطبيع، حيث تقوم الحكومة العراقية الانتقالية بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك ينبغي تعويضهم تعويضاً عادلاً. في المرحلة الثانية تجري عملية إحصاء سكاني عادل. أما المرحلة الثالثة فهي إجراء عملية استفتاء في هذه المناطق لتقرير مصيرها في مدة أقصاها نهاية شهر كانون الأول ديسمبر عام 2007. الدستور العراقي الذي كتب على يد بريمر والذي فرض على العراق، كل المكونات الأساسية في العراق شاركت في الاستفتاء بحق هذا الدستور. كل المكونات العراقية السنية والشيعية والكردية قالت نعم، بخلاف التركمان قالوا كلا لهذا الدستور، لأننا كنا نعتقد بأن هذا الدستور الأمريكي الذي كتب على يد بريمر للعراق كانت فيها نقاط قانونية ستخلق أزمة سياسية في العراق، من ضمنها كان لدينا ملاحظة على المادة 140. كنا نعلم بأن هذه المادة مادة خطرة ستؤدي إلى تقسيم العراق. ظل الوضع منضبطا إلى حد ما منذ عام 2003 رغم التجاذبات السياسية، لكن بعد سيطرة الكرد على المدينة اتهمت الجبهة التركمانية القوى الكردية بالقيام بعملية إقصاء لهم. أثناء التواجد الأمريكي طبق هذه التقاسيم، وتم تقسيم حتى مراكز الشرطة في كركوك، مراكز الشرطة في المناطق التركمانية مدير الشرطة تركماني، مناطق الكردية كردي، ومناطق العربية عربي، ودوائر الدولة تم تقسيمها، مثلا شركة نفط الشمال في مدينة كركوك خصصت للعرب، مديرية تربية كركوك خصصت للتركمان. لماذا؟ أغلب المدرسين والمعلمين في كركوك تركمانيين، يعني أغلبية الموظفين كونهم تركمان أعطيه للتركمان. مديرية صحة كركوك أعطيه للأكراد. لكن بعد انسحاب القوات الأمريكية في العراق وبعد الدخول داعش وسيطرة قوات البشمركة الحاكمة في مدينة كركوك وانسحاب القوات العراقية وعدم سيطرة الحكومة العراقية على كركوك، بدأ الهيمنة الكردية مع الأسف، أي مدير من دائرة تركمانية يخرج يعين بدلي شخصية كردية. بدأت كل المناصب التي أعطيت للتركمان والعرب بوضع كردي مكانه، بل تعرضوا بعضهم للاغتيالات، بل تعرض بعضهم لتهم فساد.
لسبب استبعادهم عن المناصب والسلطة. أنا أقول لك بكل صراحة ومسؤول عن كلامي، 45% الموظفين من هذه المدينة من شعبنا التركماني، هذا الجهة. والقوات الأمنية الموجودة بكركوك، الأكراد الكردي كركوك لا يمكن أن يدخل في سلك العسكري، وممنوع عليه أن يكون يأخذ مراتب عسكرية الضباط. شركة نفط الشمال، شركة نفط لا يزال عدد الأكراد ما يتجاوز 1000 من 15000 موظف. جامعة كركوك الكرد ما يتجاوزون 15%. في 15 من شهر كانون الأول عام 2005 جرت انتخابات مجلس محافظة كركوك، فازت 3 قوائم. الأولى قائمة التآخي الكردستاني حيث حصدت 26 مقعداً، فيما حصلت القائمة التركمانية على 9 مقاعد والقائمة العربية على 6. ولم تجرى الانتخابات مرة أخرى لأسباب كثيرة. تعرفون أنه بعد احتلال العراق من قبل الأمريكان، البلد للأسف تقسم إلى أسس طائفية وأثنية وعنصرية. كانت القوات البيشمركة السباقة في عملية بناء الإدارات المحلية. المكون العربي للأسف بعد 2005 من المكون السني لم يشترك بالانتخابات. هذه أعطت نتيجة سلبية لعملية التمثيل في مجلس المحافظة. رئيس مجلس المحافظة كان تركمانيا، بعد أن تم ترشيح السيد حسن توران لبرلمان بغداد سلب هذا المقعد وجلس عليه السيد ريبوار طلباني وكالة رئيس مجلس محافظة كركوك وكالة، ولم يخرج منها ولم يعطى هذا المقعد للتركمان. رئيس مجلس مدينة كركوك السيد منير القافلي بعد أن تم اغتياله في مدينة كركوك، نائب رئيس المجلس زيد العاصي جلس على المقعد لفترة، تم تهديده من قبل القيادات الكردية وأخرج بالقوة وألغي المجلس، وتم أخذ الأختام إلى السيد محافظ كركوك وألغي المجلس تماما، تم تجميده. مدير تربية مدينة كركوك كان بيد التركمان. المحافظ ما نقدر نقسم المحافظة إلى محافظ إلى عدة، محافظ كردي نائبة عربي، رئيس المجلس كان تركمانيا، هم الذين لم يتفقوا بيناتهم أي منهم يصير رئيس المجلس. على هذا باقي يمنى كنائب، نائب موجود. الأخوة الكرد حاليا يعني لأسباب حقيقة غير مفهومة وغير واقعية يصرون على أن يكون هناك مرشح تركماني واحد فقط لكي يكون رئيسا للمجلس. لنقل مثلا أنا واحد من التركمان اللي مرشح إلى رئاسة المجلس، لا أرى ضرورة هناك إلى أن يكون هناك مرشح واحد، وإنما لأن هذا فرض إرادة لنقل على المكون التركماني. إذا ننظر إلى نتيجة انتخاب هو حق لنا، لكن هذا الحق إحنا أعطيناه إلى المكون التركماني، ولكن ماذا نعمل نحن؟ هذا القائمة لم تستطيع أن تصل إلى اتفاق لترشيح واحد. من 9 أعضاء تركمان 5 كانوا مرشحين لإشغال هذا المنصب. أين موقفنا من هذا؟ ياهو إحنا نختار أي واحد اختار؟ 4 كانوا زعلانين على أساس ليش اختارت هذا. خلافات كبيرة ظهرت حول شرعية مجلس المحافظة الحالي والأسباب التي تعرقل إجراء الانتخابات منذ عام 2005. نعم، ظهرت خلافات في موضوع انتخابات مجلس محافظة كركوك الذي عطل منذ عام 2005. الكتل البرلمانية طيلت أكثر من 13 سنة لم تتوصل إلى حل فيما يخص انتخابات مجلس محافظة كركوك، ونتمنى أن الآن يطرح في مجلس النواب في 2017 هو مشروع قانون لانتخابات مجلس محافظة. نتمنى أن يكون هناك توافق عليه بين كل المكونات حتى يستطيع أبناء كل محافظة كركوك أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع. قانون 36 لسنة 2008 انتخابات نص على أنه يبقى وضع كركوك على ما هو عليه لحين إجراء انتخابات، ولا تجري الانتخابات في كركوك حسب ذلك القانون مادة 23 منه إلا بعد 3 شروط. أولاً كان تقاسم السلطات، ثانياً إزالة التجاوزات الحاصلة على الأملاك العامة والخاصة، ثالثاً تدقيق السجلات. نحن نطالب بتدقيق السجلات مثل ما بداية الحديث تكلمنا عن أنه لا يجب يكون هناك التدقيق لسجلات النفوس والناخبين والبطاقة التموينية. ما يعرقلون انتخاب مجلس محافظة كركوك لـ3 دورات سابقة، وهذه الدورة
هنالك مشاكل في بغداد من أجل أن لا يجري الانتخاب في انتخابات جديدة التي تجري في 2018. تقدم السيد رئيس مجلس الوزراء بالطلب من المجلس الموقر أي مجلس النواب الموقر بإقالة السيد محافظ كركوك، وذلك حسب ما جاء لتعريضه وحدة محافظة كركوك إلى التصدع والإخلال بالوحدة الوطنية للمحافظة. بلغ التأزم ذروته بين البرلمان العراقي ومجلس محافظة كركوك منذ أسابيع. أعلن البرلمان إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم، فيما رفض المجلس هذا القرار واعتبر أن الجهة الوحيدة المخولة بإقالته هي مجلس المحافظة. قرار البرلمان أتى بعد موافقة المحافظ على إجراء الاستفتاء بشأن ضم كركوك إلى إقليم كردستان، وأتى أيضاً بعد موافقته على رفع العلم الكردي فوق المقار الحكومية. فيما يخص رفع العلم الكردي، المجموعة العربية قاطعت اجتماع مجلس المحافظة وكانت واضحة وصريحة، وقالت أن رفع العلم يجب أن يمر وفق الإجراءات القانونية والدستورية، وطلبت المجموعة العربية مفاتحة المحكمة الاتحادية والاستفسار منها قبل إقدام مجلس المحافظة على التصويت على فيما يخص رفع العلم. واعتقد أن المحكمة القضاء الإداري أجابت مؤخرا أنه رفع العلم هو مخالف للإجراءات القانونية للدولة العراقية. نحن كمكون العربي كان لنا موقف واضح وصريح عبر ممثلين الرسميين في البرلمان، نادينا وطالبنا بعدم رفع علم إقليم كردستان في هذه المناطق، على اعتبار إنها حسب توصيفها الدستوري والقانوني هي مناطق متنازع عليها، وطالبنا الأخوة الكرد في وقتها بالعدول عن مشروعهم في رفع علم الإقليم. بدأوا بالحديث عن ماذا هذه المرة؟ بتعليق العلم الكردي بجانب العلم العراقي. من أي مفهوم، من أي منطلق على أن هذه المناطق إن كانت متنازعة ما بين الإقليم وبغداد، وإن كانت بغداد تضع علمها فمن حق الأكراد أيضا تعليق علمهم، لكن متناسين بأن هذا الشريط يعيش فيها اليمسيحي والتركماني واليزيدي وباقي القوميات؟ مسألة العلم، أولا علم دستور العراقي، قانون العراقي، ليس هنالك فيها أي فقرة يقول رفع الأعلام ممنوعة. فقرة واحدة في علم العراقي، في قانون علم العراقي، يقول لا يمكن رفع العلم أعلى من العلم العراقي. كنا اليوم بتت المحكمة في هذا الأمر، هذا صار قانون، صار مستمسك عندي أنا. بكرة أحاجج الأخوة الكرد وأقول هذا قرار محكمة، بدل من أقول هذا رأيي الشخصي، الآن صار عندي لدي قرار محكمة، وقرار محكمة معترف بها قانونا وشرعا في العراق. أولا إحنا كمجلس لسنا تابعين للمحكمة الإدارية، ثانيا المحكمة الإدارية تابعة لوزارة العدل العراقية، ليس محكمة متحدة ولا حيادية. لو يجري تنفيذ هذا القرار في كركوك ويثبت مذبحة في كركوك وليس لصالح الشعب العراقي ولا شعب الكردي. حقيقة نحن شبعنا من مسألة تطبيق القوة والفرض والكذا، فلهذا ليدا أقول أن في كركوك لازم يصير هناك توافق، الكل متفق، ونحن مع حقيقة مع القيادات الكردية أيضا في محاوراتنا، الجميع يؤكد أنه كركوك لا يمكن إدارتها من قبل طرف واحد، يجب على الجميع التعاون، لكن ما مدى التعاون، نوعية التعاون، هو هذا الخلاف. الأخوة الكرد يريدون، يعني لا يريدون شركاء، يريدون تابعين، يريدون مثلا لنقل بتوصيف آخر من يعمل لديهم أو يسعى لتحقيق مصالحهم. هذا الأمر نحن لا نقبله، نحن نريد حصتنا من الشراكة.
يقال إن لم يبقى سوى برميلين من النفط في العالم فإن أحدهما سيكون بلا شك في كركوك، ثروة هائلة جعلت المدينة نقطة صراع دولي وإقليمي ومحلي. كركوك لديها ثروة كبيرة جداً بالإضافة إلى النفط، الثروة الزراعية. كركوك أرض ذات تربة خصبة جداً ومياه وفيرة. كركوك لديها الغاز، كركوك لديها معادن كثيرة جداً. اكتشاف النفط في كركوك في بدايات القرن العشرين هو اللي خلى الإنجليز يحطوا إيدهم على كركوك، وهذا غير الخريطة تماماً. ولهذا إذا تنظر إلى خريطة العراق تشوف خط بالمسطرة، يعني خط عدل، ماكو شيء جغرافي يقسم بين العراق وسوريا. اكتشف النفط في المدينة عام 1927. الحقل الأول هو بابا جرجر، وهو حقل كبير يمتد من حدود الموصل إلى ديالا. خلال 3 سنوات أقامت شركة النفط البريطانية المنشآت اللازمة، وبدأ استخراج النفط في عام 1930. كان إنتاج النفط يومياً من هذا الحقل نحو 90,000 برميل يومياً. قبلها كانت هناك موجودة بحيرات من النفط موجودة في نفس المناطق تظهر تلقائية من تحت الأرض، وحتى عندنا عائلة في كركوك يسموهم عائلة النفط شي. هؤلاء كانوا مسؤولين يجيبوها بالعربانات ويوزعوها على أهالي كركوك. أمم رئيس العراق السابق صدام حسين حقول النفط في كركوك عام 1972. إبان سقوطه عام 2003 ودخول الاحتلال الأمريكي تعرضت حقول كركوك إلى عشرات العمليات التخريبية. أما الآن فالأزمة مشتعلة مع بغداد. رفضت الحكومة إرسال ميزانية البترودولار بعد سيطرة القوات الكردية على بعض هذه الحقول. في 5 حقول في كركوك لاستخراج النفط. حقل أفانا، حقل باي حسن. هذا الحقل حسا الحكومة إقليم كردستان تصدر نفط منه إلى ميناء الجيهان التركي. حقل بابا جرجر وبالإضافة إلى حقل خبازة وحقل جنبور هي تحت سيطرة الحكومة العراقية. زين؟ عن طريق شركة سومو يتم، عن طريق شركة نفط كركوك أو نفط الشمال يتم تصدير النفط. بعد 2003 كان النفط يصدر من كركوك عبر جيهان إلى تركيا ويعطى المبالغ إلى الحكومة العراقية، وبالمقابل الحكومة العراقية ترسل الميزانية التشغيلية لمدينة كركوك بما فيها حرس الحدود اللي هم قوات البشمركة. بعد الداعش، بعد سيطرة الداعش، هذا النفط بدأ يستخرج من كركوك ويصدر إلى الخارج فقط للحكومة إقليم كردستان دون أن يعطى دولارا واحدا لحكومة بغداد. 300,000 برميل يوميا من كركوك يصدر، و 250,000 برميل من إقليم كردستان، مجموع 550,000 برميل يصدر ويعطى مبالغ لحكومة إقليم كردستان دون أن يعطي دولارا واحدا لحكومة بغداد. مع ذلك حكومة بغداد التزمت بإرسال ميزانية تشغيلية لكركوك إلى يومنا هذا. هنالك كثير من المسائل العالقة، مشاكل الموجودة بين إدارة المحافظة ومجلس المحافظة وحكومة بغداد، سواء كان المسائل القانونية ومسائل اللي تتعلق بالمشاريع وبإدارة المحافظة. بغداد مثل ما ذكرت من منتصف 2013 لم ترسل خير الرواتب، ميزانية الأقاليم لم ترسلها، ميزانية البترودولار لم ترسلها إلى كركوك. أخوة في إقليم كردستان سيطروا على حقل باي حسن بالقوة وبدأوا هم بإنتاج استخراج النفط من هناك وبيعه دون موافقة الحكومة المحلية في كركوك أو الحكومة الاتحادية، لكنه خلال 10 أشهر الأخيرة صار اتفاق أنه بدأوا يدفعون إلى كركوك 10 مليون دولار شهريا. كركوك العائمة على بحر من النفط تشكو من أزمة وقود وكهرباء. في بيت هذا الرجل المسؤول عن ملف النفط والطاقة في المحافظة انقطع التيار الكهربائي مرات عديدة، واضطررنا لإكمال المقابلة في هذا الطقس الحار على خط المولد الكهربائي. أما حين تتجول في الطرقات فتتفاجأ بمشهد أكثر قسوة ومأساوية، النفط يباع بهذه الطريقة.
يستشعر كل الكركوكيين إن هذا النفط هو نقمة عليهم، لم يستفيدوا منه الاستفادة المرجوة. فلذلك نرى أن هذه المحافظة، هذه المدينة كانت دائما هي محل صراع بين القوى داخل البلد الواحد وحتى من القوى الإقليمية، كل بين الحين والآخر إلى فترة قريبة تركيا تطالب بكركوك وتطالب بالموصل، ونفوذ الدول الأخرى، والأمريكان أجوا أيضا فرضوا سيطرتهم على كركوك. فصار هذا الموضوع النفط موضوع نقمة على أهالي كركوك، لم يستفيدوا منه بصورة واضحة. إنتاجنا يكاد يعني المحول عليه أنه يكون بحدود 1,200,000 برميل يوميا، حاليا لعدم وجود الترميمات والتصليحات وكذلك التطوير لحقول هذه النفط، إمكانيتنا بحدود 600,000 برميل يوميا. قبل كانت تستخرج وترسل إلى مصفى بيجي ونحصل على ما يحتاجه كركوك من البنزين والنفط والمشتقات النفطية الأخرى، والباقي كان يصدر. وفعلا أهل كركوك خلال 3 سنوات وليس أكثر استفادوا من هذا، سنة نص سنة 2010 و 2011 و12 ونص 2013، يعني 3 سنوات أهل كركوك استفادوا من هذه. كركوك كانت تحصل حسب اتفاق مع الحكومة الاتحادية على نسبة منها، كانت هي دولار واحد لكل برميل منتج، فكنا نسميه هي ميزانية البترو دولار، خصصت للقضاء على الآثار البيئية الضارة التي تنتج عن مثلا الانتاج النفط أو التصفية أو الغازات أو الكذا. كانت تساعد كركوك أيضا احنا في عملية التنمية الاقتصادية، كانت بحدود 200 مليار دينار سنويا، وكانت يعني ركيزة مهمة. أكو نفط خام وأكو نفط يذهب إلى المصافي لاستخدام كوقود للسيارات، للمكائن، للاستعمال كنفط الأبيض في البيوت، حتى يعني السوق المحلية ما يصير فيه أزمة. يمكن يكون شيء غريب المشاهد العربي يسمعه أول مرة، كركوك معروفة هي مدينة نفطية، ولكن لا توجد في كركوك مصفى للنفط. في شهر حزيران عام 2014 دخل العراق بمنعطف خطير بعد سيطرة داعش على مساحات شاسعة من المدن والمحافظات. سقطت أجزاء من محافظة كركوك بيد التنظيم. هجمة داعش ابتدأت تباعا حسب ما أسلفنا إنه من محافظة نينوى ثم إلى تكريت ثم إلى حدود مدينة كركوك، وأول قضاء من ضمن الأقضية الأربعة لمحافظة كركوك والتي هي قضاء كركوك المركز وقضاء الحويجة وقضاء داقوق وقضاء الدبس. سقط قضاء الحويجة بالكامل وعدة نواحي من قضاء داقوق ومناطق أخرى من قضاء الدبس على مستوى القرى التابعة للقضاء. يعني كنا نعتقد أن داعش بين لحظة وأخرى سيحتل، في بداية 2014 سيحتل كركوك، يعني كنا في وضع مأساوي جدا، خاصة نحن نزحنا باتجاه، طبعا بشكل احنا نقدم شكرنا وتقديرنا لقوات البيشمركة التي ضحت وأعطت العشرات من التضحيات دفاعا عن مدينة كركوك وأطرافها وحفظت كرامة وحقوق جميع القوميات. الشعوب اللي تعرضت إلى غزوات وإلى أذية ما تركت بلادها ودفعت بشبابها للدفاع عن أرضها وعن السلام اللي هذول الناس جايين حتى يدمروه. وفعلا أنا أشيد بكل الطاقات والقوى اللي دافعت عن كركوك أيا كانوا. الخطأ الفادح الذي قام به الأحزاب الكردية هو عدم فسح المجال للتركمان أو العربي تشكيل قوة مسلحة لمساعدتهم ضد داعش الإرهابي. اليوم كركوك التركمان مهما قدموا من طلبات رسمية إلى حكومة بغداد بتشكيل قوة خاصة لهم للدفاع عن أراضيهم،
دائما لاحظنا بأن أعضاء البرلمان الأكراد في البرلمان العراقي يشكلون أزمة ولا يقبلون بهذا الأمر، ومن ثم يقولون بأنهم هم المدافع الأساسي الأول عن مدينة كركوك. داعش أثرت طبعا بصورة كبيرة على وضع المحافظة، في نقاط معينة كان تأثيرها إيجابي لأن هنالك توحدت أهالي المحافظة وظهرت روح المقاومة وروح التعاون بين أهالي هذه المحافظة الذين قبل فترة قصيرة كان هنالك نزاعات وصراعات بينهم، ولكن لاحظنا كمثل في 21/10/2016 كان هنالك هجمة لتنظيم داعش الإرهابي بعملية لدخول لمدينة كركوك بصورة تنظيم العصابات، فاستطاعوا الوصول إلى مركز مدينة كركوك وتقريبا احتلوا مراكز أمنية كثيرة داخل المدينة قرابة السنة من الآن. ظهرت روح التعاون في هذه الفترة حيث اصطف العرب والكرد والتركمان على كافة مستوياتهم الأمنية والشعبية ووقفوا بالضد وقتلوا هؤلاء الذين تسللوا من قوات داعش. مفهوم الدين في الشرق راح يتغير، إما نكتسب الدين كقناعة شخصية وندخل في عمقه وندرسه ونهضمه. الأكل غير المهضوم هو سم، والديانة غير المهضومة أيضا تتحول إلى سم. عندما دخل داعش لا تلاحظون في الخارطة الإدارية للجمهورية العراقية سيطر على المناطق السنية، نعم، لكن أيضا سيطر على جبال حمرين، جنوب كركوك، أطراف طوس خرماتو، سهل نينوى وشمال ديالة. هذه المناطق هي التي تسمى بالمناطق المتنازع عليها. داعش ودخول داعش إلى العراق سهلت للقيادات الكردية بتطبيق المادة 140. كيف؟ دخلت قوات البشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والتي تابعة للاتحاد الوطني الكردي وسيطرت على كل هذه المناطق. اليوم القيادات الكردية ماذا تقول لبغداد؟ تقول المادة 140 انتهت لأننا طبقنا هذه المادة على أرض الواقع وسيطرنا على هذه المناطق. قد صبرنا 10 سنوات مع الحكومة الفيدرالية لحل قضية المناطق وفق المادة 140 لكن بدون جدوى. الآن بالنسبة لنا المادة 140 أنجزت وانتهت ولن نتحدث عن هذه المادة بعد الآن. كلام البرزاني هذا يعرقل الطريق أمام التسويات والحلول السياسية، ويرجح أن يتصدر ملف كركوك المشهد العراقي بعد معركة الحويجة. هذا المفهوم الذي يتحدث عنه الإعلاميين اليوم هذا المفهوم خاطئ، هي مناطق متنازع ما بين المكونات الأساسية في العراق، ما بين العرب والأكراد والتركمان وليس ما بين حكومة بغداد. يعني حينما نقول بين حكومة بغداد وإقليم كردستان وكأنه التركمان ليس لديهم رأي في هذا الموضوع، لا، لأن أغلب هذا الشريط هو من المكون التركماني. اليوم السهل نينوى هل فيها عرب؟ هل فيها أكراد؟ لا، فيها يزيديين وفيها مسيحيين. اليوم جنوب مدينة كركوك والمناطق البيشير وتازة وداقوق وطوس خرماتو أكثرية تركمانية، ليست أكثرية عربية ولا ليست أكثرية كردية. اليوم شمال ديالة هم كرد فيليين وتركمان وليست مناطق عربية، قزربات ومندلي وجلولة هذه المناطق ليست مناطق عربية، مناطق عربية بعقوبة وخالص و معروف هذه. المدينة هي أساساً أرض عراقية، وباعتبارنا نحن كمكون رئيسي في هذه المحافظة أيضاً متمسكون بالخط القومي للحكومة المركزية، ونريد أن نبقى مع مكوننا العربي الأكبر الذي يكون 85% من سكان العراق. قدمنا كل هذه الضحيات لأن كركوك بالنسبة لنا هي جزء لا يتجزأ من كردستان، وذلك مستعدون أن نضحي بالغالي والنفيس من أجل كركوك. وأحب أوضح نقطة جدا مهمة، أن نحن لا نريد كركوك لأن فيها النفط. بالنسبة إن مسألة أرض هي أرض كردستانية.
المسيحيين هم أيضاً مختلفين بيناتهم، يعني لأن ما عندنا قالب مسيحي، يعني المسيحي ما هو شخص نحطه في قالب ويطلع مسيحي. المسيحي ينتمي إلى كل التيارات. أنا أصور المسيحيين هم أحرار بأن يكون عندهم أي موقف يريدون بهذا الاتجاه. رؤية التركمان إلى مستقبل كركوك يكون فقط كركوك إقليماً خاصاً تدار فيه الإدارة، تكون فيها مشتركة بتوافقية وبنسب متساوية، تحقق العدالة والإطمئنان للجميع. نعتقد أن الحل الأسلم لكركوك أما تكون قانون وضع خاص أو تكون إقليم. نحن نطمع أن تكون هذه المدينة أو هذه المحافظة هي المثل الأعلى في عملية التعايش السلمي بين المكونات، وبالتالي عملية الصراع بين الإقليم والمركز لن تخدم أهالي كركوك ولا مواطني كركوك، بل ستجلب الدمار والخراب لنا. نفس هذا الشخص العراقي أيا كان، من يهاجر إلى دول غربية، يهاجر إلى نيويورك اللي بها 150 لغة وقومية، يعيش مع نفس العمارة مع ناس باكستانيين أو هنود أو صينيين، وما يشكل هذا مشكلة. ليش التعددية في بلد مثل بلدنا تسبب مشاكل؟ ما أفهم. بالنسبة لنا هي كما وصفها البرزاني الخالد بأن كركوك هي قلب كردستان. أي إنسان لا يستطيع أن يعيش بدون قلب، وكردستان أيضا لا تستطيع أن تعيش بدون قلب. أحب أن أوضح نقطة، كلمة تقرير المصير كلمة تابعة للأكراد يستخدمونها، تقرير مصير الشعب الكردي. إذا من نفس المنطلق يجب أن التركمان يقولون أيضا من حقنا أن نقرر مصيرنا. التركمان والعرب ليسوا مضطرين بالعيش تحت العلم الكردي أو تحت الدولة الكردية. لماذا؟ على أبسط مثال، من 2003 إلى يومنا هذا في كركوك لم يعطي القوى السياسية الكردية لإطمئنان العرب والتركمان بأنهم يستطيعون العيش معهم. نعتقد أن وجودنا بصورة مستقلة في هذه المدينة سواء بالإقليم أو وضع خاص يحفظ حقوقنا أكثر مما يحفظ حقوقنا عندما ننضم إلى الدولة الكردية إذا ما أنشئت بالمستقبل. لماذا؟ لأن الدولة الكردية تحمل طابع قومي، ونحن بالنسبة لنا عرب وليس أكراد، يعني نحن عرب نعتز بقوميتنا ونعتز بامتداداتنا التاريخية. الحقيقة بعض يعني أخوة التركمان يرون أنه إقليم فقط كركوك ليس ملائما، نريد إقليم التركمان في العراق الذي يمتد نحن من تل عفار إلى خانقي، أنه يكون شامل لكل المناطق التركمانية. أيضا هذا ممكن طموح لدينا موجود، لكنه يعني ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. نحاول أنه حاليا أنه نطبق أنه على الأقل يكون إقليم كركوك، لأنه حقيقة هي عاصمة التركمان. احنا ما نخاف من الحج الشعبي، لأن الحج الشعبي هو جزء من الشعب العراقي، و احنا كبيش مرقع ومعا قاتلنا قوات صدام حسين النظام الديكتاتوري، ومعا قاتلنا النظام ما يسمى بداعش او الدولة الإسلامية الإرهابية في المنطقة وانتصرنا، ونبقى على طول معا مع التشكيلات اللي انضمت او نظمت قوات حج الشعبي من الأحزاب الشيعية الموجودة. لنا علاقات جيدة مع الجميع هذه الأحزاب من كبيرهم إلى صغيرهم. نتمنى ما يصير الصدام، نتمنى، لأن الصدام ليس في مصلحتنا ولا في مصلحتهم.